الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إضاءات حول المدونة. حلقة اليوم غادي نخصها مشاهدي الكرام للحديث عن الأطفال المهملين وما يرتبط بكفالتهم من إشكالات قانونية وإشكالات واقعية وكذلك مسائل اجتماعية. فكما كنعلموا مشاهدي الكرام أن الكفالة أمر محمود، لأنه عمل خيري، عمل إحساني يتعلق بالتعامل مع إنسان، مع روح، وخاصة إذا تعلق الأمر بأطفال أبرياء لا ذنب لهم، وكفالتهم والقيام بجميع الحاجيات التي تخصهم من الأمور المأجور عليها. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أصبعيه وقرن بينهما، بمعنى أنه قد يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا تكفل بطفل يتيم. طفل يتيم يمكن أن يكون يتيما إذا كان معلوم الأبوين، لكن أيضا يمكن أن يكون يتيما إذا كان مجهول الأبوين. وهنا كاين واحد الغبش، واحد سوء فهم يتعلق بهذا الأمر من طرف واحد العدد ديال الناس. ما كيبغيوش يتكفلوا بهذا الأطفال بدعوى أنهم أطفال مهملين، أنهم متخلى عنهم، أنهم بين قوسين كما يقال أولاد الحرام أو أولاد الزنا أو غير ذلك من هذه المسائل والمفاهيم التي تقال في المجتمع ويتداولها الناس. ولذلك كانوا نلقاو بأنه كاين كثير من الأطفال للأسف الشديد كيتواجدوا إما في خيريات، إما في الدور ديال رعاية الأيتام، إما في مراكز ديال الإيواء وغير ذلك، ولا يجدون من يتكفل بهم. هنا كنبغوا نصحوا هذا المفهوم اللي هو مفهوم مغلوط، خاصة وأنه يرتبط بأمر قيمي، أمر ديني اجتماعي. هذا حكم قاسي وقاسي جدا في حق هذه الطفولة. هذه الطفولة هي بريئة، هذه الطفولة ضحية، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذها بذنوبها، جاءت بقدر إلى هذه الدنيا ولا وزر عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أن الوزر إذا كان ارتكب هذاك الجاني أو لهذيك الأم التي ولدتها الطفل، فالوزر والذنب والإثم كيوقع عليهم. أما هذه هؤلاء الأطفال فكيبقاو واحد نسمة من نسمات الروح، لربما إذا تطوعت أنت أيها المسلم أيتها المسلمة وقمت بإجراءات الكفالة لهذا الأطفال ستنقذه من الضياع، وغادي يكون عندك فيه أجر وتواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الأمر هذا فقط وطأنا به باش نبينوا بأنه الإقدام على الكفالة هؤلاء الأطفال أمر لا حرج فيه، بل وهو مطلوب ومرغب فيه من الناحية الشرعية، من الناحية الاجتماعية، ومن الناحية الإنسانية. على المستوى القانوني هذ الأطفال مشمولين بالرعاية القانونية، وكاين قانون كينظم المسائل المتعلقة بكفالتهم وضعه المشرع المغربي منذ سنة 2002، قانون الأطفال المهملين، وهو المعمول به حاليا في إطار أقسام قضاء أسرة أمام قضاة المكلفين بشؤون القاصرين وأمام النيابة العامة وكيل الملك. إذن اللي بغى يتكفل بهذ الأطفال هادو محددين في القانون، واللي هما كيتواجدوا في واحد مجموعة من الأماكن اللي هما ممكن أن الإنسان يقلب عليهم، فيمكن أن يتقدم بطلب إلى قاضي المكلف بشؤون القاصرين، وكيكون الطلب ديالو مرفوق بمجموعة من الوثائق التي تثبت القدرة المادية ديالو، التي تثبت بأن الصحيفة الجنائية ديالو خالية من أي متابعة، التي تثبت القدرة البدنية ديالو على الكفالة، التي تثبت حسن سيرته وحسن سلوكه، وكذلك المسائل المادية ديالو المتوفرة التي تتيح له إمكانية القيام بهذه الكفالة. هذه المسائل متاحة سواء للزوجين المسلمين، معنى زوج مسلم وامرأة مسلمة يمكن أن يتكفل، وهنا القانون نص على أنه يكون زوجين مسلمين سواء كانوا مغاربة أو كانوا أجانب، ونص فقط على شرط الإسلام من أجل المحافظة على هوية الطفل وعلى عقيدته من الضياع. لكن في نفس الوقت لابد من الحذر باش أن هذه الكفالة ديال الأطفال ما تسندش لأناس ربما قد يدعون زورا أنهم فقط بغوا يتكفلوا وكيشهروا الإسلام ديالهم. الله سبحانه وتعالى فعلا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يقول: عليكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لكن لابد من التحري، لابد من الضبط مخافة
أن نلقي بأطفالنا وفلدات أكبادنا اللي هم في جميع الأحوال أطفال مغاربة إلى بعض جهات التي يمكن أن تستغلهم استغلالا سيئا واستغلالا دنيئا في مستقبل الأيام. صحيح أن القانون خول لوكيل الملك إمكانية المتابعة، وخول أيضا لقاضي شؤون القاصرين المتابعة و يعني تتبع الأحوال دي المكفول وغير ذلك، لكن مسألة الحذر مطلوبة وضرورية. إذن هذا الطلب لكي يتقدم إلى قاضي شؤون القاصرين، وبعد الاطلاع عليه يحيل على النيابة العامة، والنيابة العامة تقوم بإجراءات المتعلقة بالتحري والبحث في حق الكافلين أو الكافلة، امرأة مسلمة وحدها يمكن أن تتكفل أيضا سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. فبعد القيام بهالتحريات وكترجع النتيجة بأنها إيجابية، وكذلك كاين واحد التحري تقوم به الجهات المتعلقة بالشؤون الإسلامية، مندوبيات الشؤون الإسلامية باعتبار أنها أيضا عندها هي طرف في هذه المسائل المتعلقة بالكفالة، أيضا الجهات الوصية المتعلقة بحماية الطفولة، وزارة المرأة والتضامن والأسرة والممثلين ديالها داخل المحاكم أو الأقاليم ديال المملكة، فأيضا يقوموا بأبحاث وتحريات في حق طالبي الكفالة. ملي كتستجمع الرؤية وكتكون كلها إيجابية، بطبيعة الحال قاضي شؤون القاصرين يصدر واحد الأمر بإسناد الكفالة لأصحابها ويأمرهم بتتبعهم. احنا اللي بغينا نوجهه فقط وننبهوا ليه الناس اللي تكفلوا بهؤلاء الأطفال، أن هذه الأطفال أن هذه الكفالة تترتب عليها كترتب عليها مجموعة من الحقوق ومجموعة من الواجبات. أهم الحقوق الخاصة بالطفل هو حسن رعايته والقيام بجميع الواجبات المتعلقة به، من الإنفاق، من التمدرس، من التربية الحسنة، من التوجيه، من السلوك، من العناية إلى آخره، من جميع المسائل التي يستحقها الأطفال اللي عندهم أبوين. يعني كأنه هاد السيد هذا أو هاد السيدة هذه أصبحت بمثابة أم، وهذاك السيد أصبح بمثابة أب لهذا الطفل. ثم أيضا هذا السيد هذا يستفيد من جميع الحقوق التي يستفيد منها أطفال المغاربة، مثلا التعويضات العائلية، مثلا المسائل المتعلقة بالتطبيب، مثلا كل الأمور التي يستفيد منها أطفال المغاربة يمكنه أيضا أن يستفيد لصالح هذا الطفل المكفول وأن يتقدم بطلباته من أجل أن يستفيد منها. أيضا من المسائل التي ينبغي أن يراعيها هؤلاء أنهم في حال ما إذا ارتكبوا أي تقصير أو ارتكبوا أي اعتداء في حق هذا الطفل فهم يتابعون مثل ما يتابع الآباء إذا جنوا على أبنائهم أو أحدثوا مثلا شي ضرب أو عاهات أو حرمان أو غير ذلك، أو تبين في سلوكهم بأنهم غير مؤهلين لهذه الكفالة، فهذه الأمور كلها يمكن أن تكون محلا للمتابعة. إذن فهذه الأطفال هادو ينبغي التعامل معهم بكامل الإنسانية وبكامل الرعاية وبكامل العناية الاجتماعية التي تستلزم هذه الكفالة هذه. ثم أيضا هذا الأطفال هذا ينبغي أن نصونهم من العبث ونصونهم من الاستغلال الدني، خاصة بالنسبة للناس الذين يصاحبون هؤلاء الأطفال إلى الخارج. صحيح أن القانون أعطى إمكانية متابعة وتتبع أحوال هؤلاء المكفولين للقناصلة والناس اللي بعثت الدبلوماسية المغربية في إطار التنسيق بينهم وبين القاضي المكلف بشؤون القاصرين، لكن لابد أيضا من تنبيه أي خلل وقع في هذا الأمر هذا وإشعار قاضي شؤون القاصرين وكذلك النيابة العامة من أجل التدخل ومن أجل حماية هؤلاء الأطفال. كاين تساؤلات ربما كتطرح فيما يتعلق بمصير هؤلاء الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحد الزوجين، يعني شنو المصير ديالهم في حال ما إلا انتهت العلاقة الزوجية. جوج الأزواج يعني كانوا مزوجين لكن حصلت مشاكل بينهم ثم بعد ذلك وقع الفراق. في هذه الحالة يمكن لقاضي شؤون القاصرين أن يصدر أمرا جديدا بإسناد الكفالة، ولكن في هذه الحالة هذه تسند للمرأة ولا تسند للرجل باعتبار أن القانون يخول إسناد الكفالة للمرأة المسلمة دون الرجل المسلم إذا لم يكن متزوجا، وبالتالي هذا الطفل المكفول يستحق نفقته، بمعنى أن هذه النفقة تقع على عاتق هذاك الطليق وكذلك أجرة حضانته وسكنه مثل المقتضيات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالأطفال الطبيعيين المولودين من أبوين في علاقة شرعية وقانونية. في حال ما إذا مات أحد الزوجين فإن الكفالة تنتقل تلقائيا بطبيعة الحال إلى المرأة،
ولكن في حال ما إذا كان الرجل فإن هذه الكفالة تسقط ويمكن لقاضي شؤون القاصرين أن يسندها إلى جهات أخرى أو يعيده إلى مؤسسة لرعاية الطفولة. كاين بعض المتكفلين سواء كانوا يعني نساء ورجال أو مرأة وحدها ترغب أحيانا في التخلي عن هذا الطفل المتكفل به أو هذه البنت المتكفل بها ملي كتوقع شي مشاكل أو اضطرابات في السلوك دياله خاصة في سن المراهقة. هنا واحد كثير من الناس أحيانا كيكونوا في عند تكفل بهذاك الطفل بحب وبحنان وبرغبة جامحة في تربيته، ولكن مع مرور الوقت خاصة الطفل ملي كيوصل واحد السن ديال المراهقة كتبان واحد العدد ديال المسائل والتحديات على مستوى سلوكه، وبعض الناس يتساءلون أنه يريد أن يتخلى عنه. القانون لا يمنحه هذه الإمكانية، فاللي ممكن أن نقوله أنه ينبغي أن يكون صريحا مع هذا الطفل منذ بداية يعني تمييزه وقدرته على الفهم، بمعنى أنه ما يخليش حتى لواحد السن متأخرة عادي يقول لي أنا تكفلت بك، وإنما ينبغي أن يشعره منذ إدراكه لسن التمييز بأنه متكفل به ويقوم بالرعاية دياله والعناية به والتعامل معه بإيجابية وبعناية لازمة، ثم أن يستعين بمتخصصين سواء في الرعاية الاجتماعية أو في الرعاية النفسية أو في الرعاية التربوية من أجل تقويم سلوكه وإعادته إلى جادة الصواب. من اللي بطبيعة الحال هذا الطفل المكفول غادي يوصل للسن القانونية راه تلقائيا فهذا يعني الحق في الكفالة يسقط لأنه ينتهي بموجب القانون. هناك أيضا بعض الآباء كيكونوا مثلا كيبغيوا يسترجعوا الأطفال ديالهم المهملين وصدر حكم في حقهم الإهمال، خاصة بعض الأمهات اللي كتكون ربما ولدت هذاك الطفل أو ديك البنت في ظروف معينة ثم تخلت عنها ولكنها من بعد وصلت لها وعرفتها وتريد أن تسترجعها، فإذا أردت أن تسترجعها خصها واحد الحكم قضائي بجديد من أجل الاسترجاع، بمعنى أنها تسلك مسطرة قانونية. ما يمكنش تمشي عند دوك الناس اللي كانوا متكفلين به وتقول لهم أعطيني ولدي أو أعطيني بنتي، لابد أن تسلك مسطرة قانونية وأن تتقدم بطلبها من أجل استرجاع كفاءة يعني طفلها. وهذا الاسترجاع يعني أيضا السلطة التقديرية فيه مخولة للقانون ولقاضي شؤون القاصرين ولمحكمة الموضوع ولوكيل الملك هو الذي سيحدد، وكذلك مراعاة لمصلحة الفضلى للطفل، واش غتكون مع هذه الأم هذه أو ستكون مع هؤلاء الذين تكفلوا به. مشاهدي الكرام أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في إضاءة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.